احنا اليوم متواجدين في صالون رياضة وين نلقاو اصغر انتربرونير سي هارون بالحاج عمره 10 سنين. سي هارون بالحاج عنده فكرة مشروع ستارت اب هاي روبوتس. في الستاند نتاعو نلقاو الديسكريبسيون نتاع البروجي. نلقاو كيف كيف السي في نتاعو ونلقاو الكارت فيزيت. ومع بعضنا نتعرفوا على لونتربرونور هارون والمشروع نتاعو. البروجي نتاعي هو سيف ايت روبو باش ينقص من الغاسبياج نتاع الماكله في لي زوتيل، وان شاء الله بعد شويه في لي ريستوران ولي كونتين. كي الكليون باش يدخل للريستوران باش يعدي الكوير كود، وكي كمل صحنه يعاود يعمل الكوير كود باش يجي ان ميساج للروبو باش يعمل ديغنوستيك نتاع الطاوله. كان لقى غاسبياج باش يبعث ميساج لادمينستراسيون دو لوتيل باش يدفع اون اموند على الماكله اللي خلاها. الروبو توا هذايا البروتوتيب باش عملته فورماسيون وكل استحق لي عام دو فورماسيون معناها وبروغراماسيون. يتحرك بالتليفون.